من حوالي 40 سنة ناسا عملت ريكورد عبارة عن حاجة زي السي دي محطوط فيها شوية صور على شوية أصوات من كوكبنا وأغاني روشة، وحطوا الريكورد ده في المركبة فوياجر على أمل إن في كائن فضائي يلاقيهم. إحنا مشروعنا في تحدي ناسا إننا هنعمل تصميم جديد للمحتوى وهنحطه في كبسول متصممة إنها لما تقع في أحد الكواكب ميقدرش يفتحها غير كائن ذكي زي الإنسان، عشان كده هنكون قافلينها بقفل، والقفل ده هيبقى عبارة عن لغز بيحتاج ليفل معين في الآي كيو عشان تتفتح، وبمجرد ما الكبسول تتفتح هيشتغل المحتوى بتاعنا اللي هيكون عبارة عن فيديوهات بتوصف مين الإنسان وإيه كوكب الأرض ومكانه فين بين النجوم، ونبين فيها التطور العلمي اللي وصلنا ليه ونديهم طريقة عن إزاي إنهم يتواصلوا معانا من عندهم.